أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع
إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا you
وكذلك جعلناكم أمة وسطا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه وما الله بغافل عما يعملون ولئن وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون وهم يعلمون الحق من ربك
الحق من ربك فلا تكونن من ولكل نجمة وليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ولكل وَالْأَجَلُ شَقَّ وَالْمَسَّ
وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجدك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فعلوا وجوهكم شطرا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يتلو عليكم ويعلمكم
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون يتلو عليكم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون واشكروا لي ولا تكفرون
Oh!
وبشر الصابرين. وبشر الصابرين وبشر الذين إذا أصابتهم مصيبة حقا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا وصدعا من خشية الله. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدقت إلهي فيما قلت واحسنت فيما ابدعت وقد قلت وقولك الحق. ايها المستمع الكريم عشنا في رحاب الله الكريم واستمعنا من ايات الله البينات تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي والمقيم بطاروق الزازي شريا على احدث مكبرات الصوت والاناره تحت اداره البشمهندس طارق السيار المقيم بزيرته الغربيه شارع الحي البحري مخازن الفراشه الكبرى تحت اداره البشمهندس طارق السيار المقيم بزيرته الغربيه شارع الحي البحري. ايها الساده شكر الله سعيكم جميعا.